عبرنا حاجز الألف إصابة باليوم، وهذا الحاجز عبرناه هسه بعد ما زاد عدد الفحوصات اللي دي تجريها فرق وزارة الصحة. بس من الممكن أنه عندنا أكثر مصابين يعني بالمرض من تشرين وما نعرف بهم. ممكن بالأيام الجاية نوصل إلى 10,000 أو أكثر، ممكن. وللأسف التوقيت هذا جدا سيء، لأنه بالوقت اللي الدول الباقية دا ترجع الحياة الطبيعية ودا تفتح وبدأ معدل الإصابات ينخفض عندها، إحنا دا يبدي يصعد عندنا. لكن هل هي هاي النهاية؟ لا، هذه البداية. وممكن إنه من هاي البداية نتعلم من تجارب الدول اللي سبقتنا وصعد عندهم المعدل هذا، شلون قدروا ينزلوا، شلون قدروا يسيطرون مرة ثانية، شلون قدروا يفتحوا من جديد. الموضوع جدا سهل. أولا التباعد الاجتماعي، كلش ضروري هذا التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي هو مو حظر تجوال، التباعد الاجتماعي هو أن تترك مسافة بينك وبين أي شخص ثاني قريب من عندك إذا أنت كنت خارج المنزل، مسافة كافية أنه ما ينقل لك العدوى إذا كان مريض. والمسألة أيضا أنه ما تروح إلى تجمعات أنت ما محتاج لها، تتجنبها خلال هاي الفترة. يعني ما تطلع من بيتك إلا لقضاء عمل مهم وترجع مرة ثانية، مع الحفاظ على التباعد بينك وبين أي شخص ثاني ممكن أن تحتك به. المسألة الأخرى المهمة هي فهم آلية الإصابة. الفيروس هذا يدخل لنا يسبب لنا مشاكل بالرئة عن طريق الفم، الأنف والفم. يعني إذا قدر هذا الفيروس اللي راح يكون على الأكثر جاينا من بقايا رذاذ شخص مريض، إذا تمكن هذا الفيروس أنه يدخل عن طريق الأنف أو الفم إلى داخل الرئة راح يسبب لنا الإصابة. طيب شلون راح يدخل هذا؟ راح يدخل إما عن طريق أنه احنا نتنفسه، أو عن طريق أنه احنا بإيدينا الملوثة لنقله إلى الأنف أو الفم. طيب شلون نقطع هاي الحلقة؟ كلش سهلة. بالنسبة لليد سهلة، اغسل إيدك. أي احتكاك بينك وبين مادة غريبة أو جسم غريب، لزمت باب، صعدت بسيارة، اشتريت شيء، مباشرة تغسل إيدك، راح تنهي أول وأهم حلقة اللي هي الإيد الملوثة. المسألة الثانية، شلون تمنع هذا الفيروس إنه يدخل إلى أنفك أو فمك، يعني إلى داخل جسمك؟ عن طريق الكمامة. طبعا هواي راح يقولون كمامات ما متوفرة، كمامات غالية. الكمامة هنا هي أي غطاء غير نفاذ ممكن تخليه أنت على الأنف أو الفم، ما حاجة يكون الكمامة الجراحية أو غيرها. هاي الكمامة تم خياطتها، هذه كمامة مخاطة إذا تشوفوها، بس ثخينة غير نفاذة وعندها هاي الحلقات. أني ما أستحي إنه ألبس كمامة نفاذة، وممكن توفر لي الحماية المناسبة إذا قررت أنه أطلع خارج البيت. لا تستحي من الكمامة، بالعكس حاول أنت تخيط الكمامة مالتك بالموديل اللي يعجبك، باللون اللي يعجبك. الكمامة هذه مو بس راح تنقذك أنت، راح تقطع حلقة العدوى. إذا قدرنا إحنا كنا نتفق على أنه نلبس كمامات، راح نقطع حلقة العدوى، وبالتالي راح نرجع نسطح المستوى وراح نرجع ننخفض بيه. وبنفس الوقت خياطة الكمامات راح توفر الكمامات الطبية لأحبائنا الأطباء والملاكات الطبية اللي دا تشتغل هسه. لذلك نضرب عصفورين بحجارة، نخيط الكمامة اللي احنا نحبها بالموديل اللي تعجبنا وباللون اللي تعجبنا ونلبسها إلنا، وبنفس الوقت نوفر الكمامات الطبية للناس اللي يحتاجوها باستمرار. إذا العملية ببساطة جدا هي فهم شو دا ننصاب وقطع حلقة الإصابة. اتذكر دائما انه التباعد الاجتماعي مو معناها انه تقعد بالبيت، التباعد الاجتماعي مو معناها تنحبس، التباعد الاجتماعي مو معناها انه انت تترك شغلك، لا ابدا. استمر بكل شيء لكن بعقل. فكر انه الفيروس ينتقل عن طريق التجمعات، اذا انا اتجنبها. اذا اكو بشغلي اكثر من شخص داخل الغرفه، نتفق انه نترك مسافه ونهوي المكان في سبيل انه ما حد يصيب الثاني. اذا اكو حمامات عامه اضطر استخدمها بشغلي، دائما وياي معقم واغسل ايدي. من اطلع اتسوق، اركب تاكسي، اصعد باي واسطه مواصلات، البس كمامتي. اكو فيديو راح سويته قبل فتره اللي هي طرق، افضل طرق الوقايه اللي صارت بوهان. اذا شفتوا هذا الفيديو انا حاط لكم صور وراح اخلي لكم اياه الرابط. صور تشوفون بوهان الناس حتى لبست بطاله بلاستيكيه وكياسه في سبيل انه تحمي نفسها وتحمي غيرها. بالفعل هذا الشيء اللي ادى الى انه انقطعت الحلقه. بوهان ما صار حظر تجوال لفتره طويله، كان الحظر بسيط بس حتى يقدرون يحصون العدد. لكن بعد التباعد الاجتماعي هو اللي انقذ وهان. ساعدونا بالتباعد الاجتماعي، ساعدونا بالكمامات حتى نقطع هذه الحلقه. وتذكر دائما اذا كنت انت متعافي
وتريد تفكر، يعني اذا ردت تحسبوها شلون يعني التباعد الاجتماعي، شلون اني ابعد نفسي، بس اتبع نصيحتين. النصيحه الاولى انه فكر انه انت الوحيد المتعافي والداير ما يدورك كلهم مرضى، شلون راح تقي نفسك؟ لا تقترب، لا تبوس، لا تحضن، والبس كمامتك. واذا كنت انت مريض وتحب تحمي غيرك، فكر انه انت الوحيد المريض وغيرك كلهم مصابين، ايضا نفس الحاله، راح تلبس الكمامه وتبتعد. كمامه هي الحل، لها وجهين. هذا الوجه الاول هو يحميك انت المتعافي من المريض، والوجه الثاني هو راح يحمي المتعافين منك اذا كنت انت مريض. علينا بالكمامه والتباعد الاجتماعي. حظر التجوال ما ينفع بدون تباعد اجتماعي، حظر التجوال ما يفيد بدون عمليات احصاء او تلقيح او مسح شامل، لكن اللي يفيد واللي يخدم هو الوعي، فهم طريقة الإصابة، والتباعد الاجتماعي. كمامة، غسل إيدك، لا تختلط بأحد غريب لحد ما تنتهي هذه الأزمة. وأتمنى لكم الصحة والسلامة. تحياتي.